السلام عليكم ورحمة الله. نكمل الحديث على الكلونينج فيكتور. زي ما تحدثنا المرة الماضية بأنه الكلونينج فيكتور، طبعا احنا عايزين نعمل عملية بريفنشن للسيلف ليجيشن، وهذا الكلام بيحصل من خلال عدة شغلات زي ما ذكرنا، انه ممكن نعمل عملية فوسفيت تريتمنت، فوسفاتيز انزيم الكلام فوسفاتيز تريتمنت للفيكتور، بحيث انه يصير في عندي كات للفوسفيت جروب عشان ما يصيرش عندي ليجيشن مرة تانية. والشغله الثانيه انه لابد يكون عندي تو ديفرنت ريستكشن انزايم، بيكون افضل وبيكون اوفر هانج، بيكون افضل في الفيكتور، افضل ما يكون عندي بلانت. والشغله الثالثه انه ممكن يحصل عندي الريشيو تكون هي اوبتيمال بتاعت اللي هو المولر ريشيو اللي قلنا عنها بتاعت الانسرت للفيكتور 3 ل 1. نيجي للاكسبريسنج فيكتور، نتحدث عنه بشكل عام ومختصر. الاكسبريسنج فيكتور طبعا احنا قلنا الهدف منه انه احنا عايزين في الاخر نعمل برودكشن لسي ار تي البروتين، بغض النظر سواء كان بين بروتين على مستوى السيتوكاينز، فاكتور معين، فاكسين اند سو اون، نو بروبلم. فالاكسبريسنج فيكتور هيكون عندي انا هنا الفيكتور، طبعا في الحاله هذه هيكون عندي الفيكتور مور لارج ذان ايش؟ ما قطع ثاني؟ لا، انه حيكون عندي مور لارج اوكي، انه الاكسبريسنج فيكتور هنا حيكون عندنا مور طبعا لارج، وفي نفس الوقت حيحصل عندنا هناك عمليه ترانسكريبشن وترانزليشن في هذا الموضوع. خلينا نيجي نطلع بشكل عام انه الاكسبريسنج فيكتور في الحالة هذه أنا عايز أعمل، ممكن الكلام طبعا أنا عايز سواء كان في البكتيريا طبعا أوكي، أو بدي إياه في الإيوكاريوتيك سيلز نو بروبلم سو ماتش، بس بدي أعمل اعتبار إنه في عندي ترانسكريبشن وترانزليشن حيكون موجود عندي. وهذا الكلام طبعا بتمثل إنه لابد يكون أنا عندي سيرتن سيكونس موجودة، زي ما كنا نعرف إحنا في موضوع المولكيولار بيولوجي إنه أنا في عندي مثلا بكون بروموتر، في موضوع اللاكتوز اللي بتتذكروا في عندنا لاك أوبيرون، وفي عندنا حيكون كودينج سيكونس، وحيكون في عندنا عفوا اللي هو انيشيشن في موضوع البروموتر اريا، في عندنا شايندلجارنو سيكونس، في عندنا ستوب كودون، هذه كلها شغلات لازم تكون موجوده عندنا. بالاضافه انه حيكون في عندنا اي بي تي جي، الاي بي تي جي اللي بتتذكروا في موضوع الاكسبريشن اللي حصل عندنا في موضوع اللاكتوز، قلنا في عندنا هناك ريبرسور، والريبرسور بيحتاج الى لاكتوز يشبك عليه على اساس يعمل له ريموف من وين؟ من منطقه الاوبريتور. نفس القضيه هنا بروح بضيفه، طبعا في عندنا هناك جين موجود كمان في الريبرسور، في عفوا في الاكسبريسنج فيكتور، بيعطيني ريبرسور وبقعد على منطقه الاوبريتور وبيمنع عمليه الترانسكريبشن. فهنا محتاجين يكون عندي اي بي تي جي، لانه انا عايز اعمل شغل، عايز اعمل ترانسكريبشن. ففي عندنا الاي بي تي جي عباره عن انالوج للاكتوز، وهذا بدوره بيتحد مع اللي هو الريبرسور، وبيعمل لي ريموف للريبرسور من طريق الدي ان اي او الار ان اي عفوا بوليمريز. فهذا بخلينا ننتقل الى الفيجر الموجود عندي على اساس نوضح الكومبوننتس بتاعت الاكسبريسنج فيكتور. هاي الفيجر موجود عندي زي ما انتم شايفين، انا فيكتور موجود عباره عن اوكي سيركولر، ممكن يكون طولي تقريبا 1000 كيلو بيس، نص 5000 كيلو، قصدي عفوا 1000 بيس بير، 5000 بيس بير، 10000 بيس بير بيعتمد، وان كان طبعا بكون الحجم بشكل عام اكبر من 3000 بيس بير، 3 كيلو بيس بير. على كل طبعا في عندنا مالتي كلوننج سايت، اللي هي في عندنا مالتي كلوننج سايت اللي في داخل في موضوع ريستريكشن انزيمز تمام، وكذلك في عندنا اللي هو ترانسكريبشن تيرمينيشن as well as في عندنا كمان ترانسكريبشنال بروموتر. هنا عندنا بروموتر وعندنا اوبريتور تمام، وفي عندنا كمان اريا هنا في منطقه الترانسكريبشن، في عندنا مناطق بيشبك عليها مين؟ بيشبك عليها اللي هو الريبوز، وقلنا في عندنا مناطق شايندلجارنو فيروس اذا ذاكرين، شايندلجارنو سيكونس تمام، بيشبك عليها الريبوسوم، قلنا سمول سب يونت، وبعد هيك بيجي لارج سب يونت وبيحصل عندي ترانزليشن ان جنرال. طبعا هنا في الامر هذا انه لما نيجي نتحدث، طبعا السيكونس هتطلع عندي هذا عباره عن دي ان اي، هيطلع منه ار ان اي، هي المقصود. والار ان اي طبعا في هذه الاشياء
وهناك بيحصل عمليه اللي هو لترانزليشن، لانه مش على الاكسبريشن، الاكسبريشن عايز يعمل لي ايش؟ عمليه ترانسكريبشن، وحيطلع الماسنجر ار ان اي وحيبدا يبني عندي انا اللي هو الدي ان اي البروتين اللي انا بدي اياه. وكذلك في عندي منطقه هنا للريبريسور بروتين جين، بروتين الريبريسور بروتين ممكن يعيق او يعمل ستوب، فبيجي عند الاي بي تي جي وبيعمل عمليه ايش؟ اللي ساعد في عمليه الترانسكريبشن. لو جينا كمان عندي هنا نفس القضيه، في عندي سيلكتبل جينيتك ماركر، انه انا في عندي هنا ماركر عباره عن دراج ريزيستنس، واضح؟ دراج ريزيستنس اذا معناته انا في عندي بكتيريا في وجود الاي بي تي جي بتكون عندها دراج ريزيستنس، بتنمو على اللي هو سيرتين ميديا بحيث انه يكون عندنا الدراج الموجود هنا في الميديا، هذا بيعمل ريزيستنس لهذا الدراج، بيعمل ديستراكشن. نيجي لنقطة أخرى في هذا الموضوع. طبعا هنا ملاحظة كمان ندير بالنا في الكومبلمنتري دي يعني نو انترون، ليش؟ لأنه نايدر بكتيريا نور ييست ويل ميك سبلايسنج فور او تعمل لي موديفيكيشن ممكن تعملها هنا، لا نو عشان يكون عندي جاهز كومبلمنتري دي ان اي لما تشور او كومبلمنتري دي ان اي لما تشور اللي هو عباره عن ماسنجر ار ان اي.